other writing. I put it back to the attention. Let me put you on. This is not a good one. نعم ماذا أخذنا بالأمس؟ ما تشغل ولدي؟ هاشا الوضوء والغسل غسل الضيق الوضوء والغسل الوضوء والغسل التيمم لا لا واحد يتكلم الدين بس نعم الوضوء الضيق غسل والغسل التيمم والتيمم وشفريش الوضوء غسل غسل بالماء نواقض الوضوء كيف نغتسل؟ نعم غيره كيف الوضوء؟ ماذا أخذنا بالأمس؟ سعى من زعالة النجاسة طيب غيره كيف؟ نعم بيضي أخذنا أن الأشياء اللي تخرج من الذكر أربعة المادي والولي والبول نعم مول جنات الدم إلى أرقاني غيره كده نعم أترك الجوال يا شيخ خليك معي كل هذا ما يخالف ولا فيك يجي كده شوي كده يكتب سؤال هذا ما يصير إذا إحنا نتوقف حتى آخر أنت بس سؤال والله يمكن يجاوب بس لنا سؤال حتى لا ولو نسي احسن يقول نعم ما حد استخدم الجوال ولا شيء انا معك اليوم تقدر تسجل رفع علينا شويه اللي تقدم خلاص نبدا شغال هاني شغال نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نتذاكر باذن الله تعالى متن الاصول الثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم جيت من يدي امه الله وجد يكون تشد وغدا وما اساسا فمن يجيب شغل الكثير do marrën të kohë të bereqeshme, teksi e broshurës tri parime. Na, qabla në nëbda të hadhe të dërës, rëndana asila khamsa. Para se të dhe mësimin, dhe të ashtalizojnë të broshurë, kemi 5 pyetje. As-suala në awal, limadha në drës të tëuhid? Pyetje parë është, përse e mësojnë të uhidin? Mani arif? كوش نفوت برسى مسوي التوحيد لماذا ندرس التوحيد برسى مسوي التوحيد نعم طيب حتى لا نقع في الشرك تدموس بيد نشيل ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ده هو مدروس القرآن وسيبون برسى التوحيد بيسير الله ولا يدخل الجنة إلا موحد Dhe askush nuk hyrë në gjennet, përveç se ati që është njësuesi e Allahut mëdhëruar. Wa sabab li shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tauhidi është sebeb shkak për ndërmjetësimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Takthira al-hasanat, takthira as-sayyi'at. Shton sebeb të tauhidi dhe fal gjunahet dhe gabimet. Naam. Thumma law sa'alak sa'il wa qala lak hal anta muwahhid? Nëse të pyet dikush e thot a je muwahhid, a je njësuesi e Allahut. Madha taqul? Çfarë do thuash? تقول نعم أنا موحد. بس مش قادر يشيل قوم يا يسوع يا الله يا موحد. يقول ما هو هذا التوحيد الذي تدعيه؟ يسألت بيوت الثوت تشش بيوت التوحيد يتيح بردوس يا موحد. إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنك موحد وإلا فهذه شهادة زور. بس إني التوحيد بتصير إلي بفضل صلى الله عليه وسلم أتعرفي إيه إسنجر هذا كفوة. تلقيه سنقول ديك وكيف التوحيد أتعرف Kjo është një dëshmi e rreme për teje, kur thua që jam Jezusi i Allahut. Thumma law yas'alak, yaqul hal anta mushrik? Nëse të pyetë të thotë a je i dhujtar ti? Ishtaqul. Çfarë do thuash? Jo. Të thuash a'udhu billah, ana lasu mushrik. Do thuash Allah më ruaj, nuk jam i dhujtar. Tay ma huwa shirk? Çfarë është shirku? Të thuash la adri. Do thuash nuk e di.
إذا كنت لا تدري ما هو الشرك لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. نسيت أن أقول نيو شيغو لو شو عمود بيش الشيغو لما هذا با كتور با دينو سسي سبيا بيلوتا. إذا أهم وأوجب واجب على العبيد تعلم التوحيد وتعلم الشرك. هذا هي دي أمور بارسول يرزي دوت مسؤول إيش نيوها التوحيد لنيوها الشرك. إذا لابد أن نتعلم التوحيد ونتعلم الشرك. ندوت مسؤول التوحيد لشرك. السؤال الثاني. بيوتا الدوت. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن مثل الأصول الثلاث؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ برسيس جولن كونكريتيش بروشور تري باريمة. لبسه بو لزوي كتليبر. وكتبتي كتاب ثاني. يا نسيب. خلي هذا أتنا شو. ليه بس يلون؟ خلي عنده. هذا معه هذا. مسجل. تليفوني. ها نعم. بسنس جون بيجريش برشون تربالي. لماذا اخترنا الأصول؟ لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب متن الأصول الثلاث؟ بسنس جون برا كورس يشكل تد ديكس برشون تربالي. لأننا طلاب والطالب لابد يرجع إلى العلماء في طلب العلم. بس جون تبرشيس إنه يعني جزء دير. Po ndërsa të diës duhet të duhet mos të kthehen tek dietarët e mëdhenj për ta marrë diën. Prityre. Wa ulama arshadu an at-talib awwal ma yabda bihi yabda bit-tawhid wa awwal ma yabda bit-tawhid yabda bi-matn al-usul ath-thalath. Dhe dietarët na kanë mësuar që nxënësi i diës gjë e parë me cilën e fillon kërkimin e diës është mësimi i tauhidit dhe konkretisht me brochurën tri parimet. As-su'al ath-thalith. Pyetja e tretë. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ سينات يام شكوتي ميش تري باريمت. من يعرف؟ كوش أحد. الأصول الثلاثة ما هي باختصار؟ سينات يام شكوتي ميش تري باريمت. نعم. لا لا برفع الأسماء. من الذي يعرف الأصول الثلاثة باختصار؟ كوش هي تري باريمت. نعم. أنس. معرفة الله. معرفة الله. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفين؟ ليبر إذا دين تفهم. إيه. نعم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يويا إيه في الإسلام من الأرجومنت. إذن الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. شكون تبيش تريباريمة ديان بيوت ده وارد. تدرى بين جلسي بريش نه. كل الناس من الوارد. هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبر. يعني بيوت بتصير بيوت مين في الوارد. نعم. السؤال الرابع. بيوتي أي قاتل تكلم. ما الفائدة وما الثمرة التي نجنيها من دراستنا للأصول الثلاثة؟ لو قال لنا قائد أنا أريد جائزة حتى أحضر معكم اليوم في الدرس، ما هي الجائزة؟ تصير أش دوبيا تصير مين بروفيتوي قام سيني يتري باريمة بس دي كوش مطلع تيون مسوي دي شكاكو دوبا داش بمبليمي من قد يوم تكتير سيني قام سيني. نقول الجائزة والثمرة أن الإنسان إذا تعلم الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عمل بها ثانيا ثم دعا إليها ثالثا ثم صبر أولا على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة إذا صنع هذا في الدنيا بإذن الله يجب على أسئلة القبر. ثم يصير بروبليمي يصايبون ذا فريدي يكتبوا سيمي مصوري ويش سينيريو نسى يمسون تو تري باريمي الدنيا dhe punon me to, thërrej të tjerët të këto, dhe këto dhe tjerët të këto, dhe duron gjatë bështirë, në bështirësive që hasë gjatë kësaj thirje, a i pra ka për të mbrojtur dhe ka për të përgjigjur në varje e ti, kur drejtojnë ato pjotjet e varje. Na, edhe, adhe e thëma. Ky është fryti, i të mësuar të këtyre tri parimeve. A sëval al khamës. Pjotja e pesë. Hadhe al matër al mubarak. يحتوي على ماذا؟ كي بروشور شو بالمرة؟ إذا أردنا أن نفارس أو نقسم هذا المتن يمكن أن نفارس ونقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. نسيت دوم تندايم تليبر جسد نشني بربادي تلندس نكون تليبري
Nudan dajmy te libele pięć pjesa. Al-Masail al-Arba. Katr czeszcie. Wal-Masail al-Thalath. Tre czeszcie. ولماذا ندرس التوحيد؟ بس المسألة التوحيد الفتاة. وشرح الأصول الثلاثة. يجيني تريباري منه. ثم الخاتم. ذم بيوليا إيه كساي بروشورة. تو بيسا عن الماتي للنفس. المسائل الأربع. كاتب تشتي. المسائل الثلاثة. ترى تشتي. شرح لماذا ندرس التوحيد؟ بس المسألة التوحيد. شرح الأصول الثلاثة. يجيني تريباري منه. والخاتم. ذم بيوليا. من يعيد لي هذه الأقسام الخمسة؟ وش نحن بسريت؟ Кто-то песня тебя помбать, я не раз. На. المسائل الثلاث وهي غير الأصول الثلاث. قولا. Тебе нужно три парёпа, я три чешки. Три чешки. Нам, ثم. Поставишь что, на сими таухид. Лимада на дусы таухид. За поставишь что, шпиагини три парёпа. Шарха на усул الثلاث. За поставим бюли. من يعيد لي الأسئلة الخمسة اللي بدأنا بها؟ كوش مبسوطي بس بيوتي تفيلوها مسيرة نعم. السؤال الأول. كده يفعل. أول سؤال سألناه. كده يفعل. ها؟ التوحيد. سألتم التوحيد. لماذا تعلم التوحيد؟ يلا سألتو شو جديد. آخر مرة يتكلم. من دون استئذان. ولا نأخذ كل ما لديهم. يقول ما بسند تكلم كده ليه سمعت جدا ما حد يتكلم حسين مسكت نعم السؤال كده يبقى ها السؤال الأول مسألة توحيدية لماذا ندرس التوحيد مسألة توحيدية السؤال الثاني كده يدي استنى السؤال الثاني كده يدي شركه الشرك لا تنين شركه لا سيكون بكريستر فارينا لماذا اخترنا دراسة هذا المثل مثلا الأصول الثلاثة السؤال الثالث كده يطلب سيكون راجل مثل سيكون كيف نتعلمه لا شاش بروبليم بارم غير بارينا معك جواب كيسر ما احد يتكلم الا باستئذان كمبيوتر لا نجمع كثير ان شاء الله يا ايش قال شاش بروبليم بارم لا هذا الرابع الثالث السؤال الثالث كده تصير ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ سيدا تام تري باريما تشكو ديميش سيدا بيت النظار سيدا تري باريما لا أحد يتكلم السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ سيدا تام تري باريما تشكو ديميش السؤال الرابع ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ سيدا كادا درست سيدا عشت فريدي بظن قامسيني ليش أقولي يتريب على غيره؟ ما هو السؤال الخامس؟ بدأ بس. المسائل. لا. السؤال الخامس. بدأ بس. السؤال الخامس. ما حد يتكلم إلا برفع الإسماء. ما هو السؤال الخامس؟ تلاش بدأ بس. لما ما هي أقسام أو فهرسة الأصول الثلاثة؟ أرباتيا، تري باريو، كمان بس شو اسمه؟ مسائل الأربع والمسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد وشرح الأصول الثلاثة والخاتمة؟ رودي نونس، يعني شو اسمه؟ تري شو اسمه؟ بس أنت كذا؟ سيمي توحيدي، سيمي توحيدي، سيمي سيمي توحيدي، كذا ده إيش؟ شبيكيلي تري باريو، ده فون، بيوم يعني. كده بس إيش؟ ايش طبعك يا لوس؟ نعم. الله اعلم ما عندنا فائده هذا الا يتكلم. ولا ما حد يتكلم. اسي مو سباس. طيب الا نوجه له السؤال احسن. هكذا ادب مجالس العلم. سي بو فور دي بيسي با بو سكول سي بيسي. طيب. اذا ما هو القسم الاول في هذا الكتاب؟ اتريد تسيل ايش؟ بيسيل ايش؟ بيسيل ايش؟ بيسيل ايش؟
من يعرف ارفع اسمع يعني. تبريد دورك اكيد. نعم. قسم الاول قلنا اقسام خمسه في الكتاب، نعم. المسائل الاربع، اذا هذا هو الدرس الاول او القسم الاول، المسائل الاربع. كاتر تشيرشت. ما هي المسائل الاربع؟ سيرت يوم كاتر تشيرشت. المسائل الاربع موجوده في سوره العصر، في سوره العصر. سوره العصر. العلم ديا والعمل هنا والدعوه ثيريا والصبر ذا دوري. اذا اولا لابد ان نتعلم سباري دوت مسوي، لان هناك من الناس اول ما يلتزم او اول ما يريد الدخول في الدين يريد ان يطبق الدين على الكفار ويقتل وكذا، وهو لم يتعلم اول، لابد يتعلم اولا. Në çfarë duan, gjithë bashkë bëjnë është duan të zbatojnë fen ndaj pabesimtarëve, dhe ngrihet, vret, shkatron, bën rënime, shkatrime në tokë. Së pari duhet të mësojmë. Kjo është ajo që ne jemi të obliguar. Dituria. Fa idha ta'allam labud an ya'mal. Nëse mëson, atëherë duhet të punojë me dijen që mësoi. Wa ba'da hadha yad'u. Dhe e treta është të ftojë të tjerët te kjo dituri që mësoi dhe punoi me të. El hadha alladhi ta'allam. La yad'u bil jahl. Të thrasin ajo dijen që mësoi, jo të thras në ignorancë. Wala bud an yasbir. Dhe duhet të duroj katërt. Yasbir awalan ala al-ilm. Të duroj së pari që të mësoj diturin. Yani la la yasbir al-an an yaskut wa la yatakallam al-dars wa an akhudh minhu al-jawal la yajza wa la yadhur. Të duhet të duroj, se unë mund të marr celularin dikujt, se bëri zhurmë, e marr celularin dhe duroj. Thumma yasbir ala al-amal. Duhet të duroj për punën, të punoj me dinë që mësoj. Thumma yasbir ala al-da'wa. Pastaj të duroj ndaj thirrjes dhe ftesës që fton të tjerët tek kjo fe. Fa idha sana'a hadha fi dunya bi idhni Allah yujib an sanat al-qabr. Nëse bën këtë gjë në dunja, atëherë me lenin Allahut ka për të përgjigjur pyetjeve të varrit. Ma huwa ad-dalil ala al-masail al-arba? Cili është argumenti për këto katër çështje? Man ya'rif arfa asba. Kush e di të grikisht? Ma huwa ad-dalil ala al-masail al-arba? Cili është argumenti për këto katër çështje? تعال هنا، تعال عند هنا حتى لا تتكلم معه. نعم. ما هو الدليل على المسائل الأربع؟ سيريوس أرجومنتي بور كتوب كاتر تشيشتين. نعم. والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تشيريا العصر الله بتوت بركوهن تبتدي يعني وش لين بتسيبه ما في نشين دكتور تبت بسوان ونوان ما تدي نبسيبش إيش dituria punuar me të, por ose një tjetër për të vërtetën, por ose një tjetër për dorim. Nah. Kjo është katër çështje. Hadha huwa al-qism al-awwal, masal al-arba. Kjo është pjesa e parë e librit, se përmbajtja e lëndës. Mbaroj ti se fat. Nah, al-qism al-thani. Pjesa e dytë, cila është? Nah. Tre parime. Al-masail al-thalath. Al-masail tre çështje. Al-thalath. Tre çështje. والمسائل الثلاث هي غير الاصول الثلاث. تري تشيشتي دريشوين نا تري باريمت. طيب ما هو التوحيد؟ شفار اش توحيد؟ الذي يعرف التوحيد هذا معناه انه موحد. والذي لا يعرف التوحيد ايش هي اذا معناه ايش نسوس الله انه ليس موحد. توحيد يعني كوش نسوس الله. من يعرف التوحيد؟ كوش هذا شفار اش توحيد؟ Për kufizimin e tauhidit, cili është? At-tauhid. Dhe dorë më shëtë isë. Allah e të në ishë e në. Ata. Qëfar kënë zinë, zëtë? Ata në dharë. Si zëtë? La, la, la. Si zëtë? Në dharë. Të sërë. Na. Ma hua të tauhid? Qëfar është tauhidit? هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إيش بتشيني الله من جلاد كي بركاسين ميت ما تي. بري تهويد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إيش بتشيني يا الله من ببرد تي. بتشيني يا الله من ببرد كريسة. ده بتشيني الله من يمرد تي. من يعيد لي هذا التعريف؟ كوش أبرسلي كت ركوبيزي. إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يسير إذا بتشيم الله مدروع من جل كي بركاسي بيتم أتي كي أسبيسيفيك برتة للربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم هذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تقدر تقول التوحيد من داعي نتريلوه.
توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. وصف يتشيمي لنسيمي الله بما كريمين سلطيني ذي بسديني. الثاني توحيد الألوهية. إديتي يوش توحيدي ألوهية. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. يتشيمي يا الله بما ذبرت إيه روبر بما ذبرت كريه سابيش لطوك يتشيمي يا الله بما أدوريه. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. توحيد الأسماء والصفات إمرة سلسلة الله بالطول بتشيني الله بإمرة سلسلة. نثبت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. تبين تجدروش ما الله إمرة سلسلة. وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. تدي سنتوين ذاك راسين ميك ليسر الله رب العالمين. نعم. طيب ما هي المسائل الثلاث؟ تيلا تعرف تريش شتى. المسائل الثلاثة، المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. المسألة الثالثة فيها البراءة من الشرك وأهله. من يعيد لي هذه المسائل الثلاث؟ نعم. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. المسألة الثالثة فيها البراءة من الشرك وأهله. كيف تكون البراءة من الشرك وأهله؟ الموحد لابد أن يبرع من الشرك وأهله. بماذا؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما عليه الكفار فهو كفر وظلم. دوك بسوا من زمن تيس أي جنة تصير نيان فبستار ذي دتار جيتاش أمي ذي مهم يا الله نور. باللسان يعلن هذا باللسان إنني براء مما تعبدون. لبرميت جوز بل دوك وديسانسوا عليا أي جنة تصير نيان إذتار. بالجوارح لا يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وفي طقوسهم والشركيات والبدع وفي لباسهم. فيزيكيست بو دوكي موس اونجاسوا دوكي موس ايشوكيروا ايديتار دبا بسدار ن فيسا دتيره سيرموني تيره تشاكار في دوكاسين سايسا فيستير. اذا كيف تكون البراءه من الشرك واهله؟ اتهير سي بو دي سانتيني لا شيكو دي ايديتار. بالقلب وباللسان وبالجوارح. بيت نزمر نجو ذي من بيسة تروفي فيزيكيس. نعم. انقسم الناس تجاه الكفار التعامل مع الكفار إلى طرفين وسط. نيرزيت بسيب بركات رابورت المردوية ما إذتار أو بسيطار يندار لدو بيس ذي نيو كيوش نميسكو. قسم يسب ويشتم ويقتل ويأخذ أموال الكفار. يبيس الشرطة يبرد يلفتون يقربين يبير تيرا. وقسم يشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم ويدخل معهم في احتفالات وفي الأعراس وفي الأعياد وفي الكنائس. يبيس تيرا فودت باش نتاني بكيشة تيرا نبرداس نتيرا نتشاك أنا بات سيرون تيرا. وتنظر إليه تظن أنه واحد منهم. لكن شكونا تيرا من دون سيرش ميري بريتيرا. في لباسهم وفي عاداتهم وغيرها وصل كان مستار لا إفراط ولا تفريط لوكان أس إذا جريم داس فرفيل يفي لهؤلاء بعهودهم يعني لا يقتل إيمان بس ليه تكمل الكفار لوك يبرد بس دار ولا يأخذ أموالهم لوك يرمي بصيدة ولا تعد عليهم ومع هذا قال لا يشاركهم في أعيادهم ولا في احتفالاتهم ولا في طقوسهم. يتعامل معهم في البيع والشراء ولا إشكال. كا مربيش متى باش كوني متى نمشي بيلي
يقدم لهم النصيحة، يدعوهم إلى الدين الإسلام. يفتون أطان الإسلام يكشلون أطان. ويقول لهم نحن نريد والله والله بكم الخير. وذو أطول كنا بدعاتكم للإسلام. دوام مرسين بيوت دوام كيوت يهدون الإسلام. نعم طيب. إذن هذه المسائل الثلاث. أتيك دو يان تري تشتيت. أما القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد هذا تقدم. هي ساعة تريت نبرمباتي أنندس كيوش برسي نسوم توحيدي فور نبرتين نوم في ميم تجاراتكس. القسم الرابع. هي ساعة كاثت. شرح الأصول الثلاثة. يجيني إي كتيرة تري باريمة. نعم ما هي الأصول الثلاثة؟ سيدة دان تري باريمة. الأصل الأول. باريمي بار. الأصل الأول. باريمي بار كوشش. غريب تري باريمة. الأصل الأول. أكيد الباري. تسأل في القبر عن ماذا؟ تري باريمة. ما يلام. هذا تري باريمة. نعم. تري بار تري باريمة. كوش زوتيو ما لي بيت الله نعم من ربك كوش زوتيو اذا قال لك قائل من ربك بماذا تجيب تقول دي كوش زوتيو سيده برجيجش زوتيو ان شاء الله ربي الله تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم دوسواش زوتيو ان شاء الله يسيدي مكريو يموا ذا جيتشكا تي اكزيستون ذا اين ادروي تجينا ميرسي ذا بيغاتي ما هو الرب من هو الرب كوش اش زوتي ولماذا سمي بهذا الاسم دي برسيو تيوات نكتيم رب لانه هو الخالق سبسايش كريوسي خلق الخلق هاي كريو كريسا وامدهم بالنعم ان مشتدي مي بيغاتي وارسل عليهم الرسل وانزل عليهم الكتب ودرغويا تيور ليبرا ذا ودرغوي تدرغواري اذا هو الرب المربي اتينا هايش زوتي كريوسي خلق كريوي ورزق ونزوي وعلم ذي مصوي وأرسل الأنبياء والرسل وأنزل الكتب دلوقتي تدرقوا علي ذي بروفينا ليس بيد ذي ليبرا نعم إذن إذا قيل لك من ربك بماذا تجيب أعطينا ستوت دي كوش الزوتي سيدو ثواش ربي الله ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعم ثواش زوتي مش أي تسيري مكيوي موا ذي تجيلا كريسا لأنه مشتري مي ربوي بغاتي ذي مرسي ما معنى الرب زوت 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 ايش اي كريوزي الخالق خالق كريوي يو شدوي كيرم اوليزوي اوليزوي وعلم اعطينا الساعة اور اور سيقول يا فالي نعم نعم خلق ورزق وعلم وارسل الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام وانزل الكتب عليه التوبه تمام السؤال الثاني لا هو السؤال الاول من ربك بما عرفت الله الأدلة على وجود الله أربعة أدلة إجمالية. يعني كادر أرجومنت كل بس كل يوم هيك يوزن. يعيد هذا. العقل. ربارة جيجا في سنة بيوزن. بجيجا. والحس. ديش مريا بريش مريا. والفطرة. في تريت في كيوزن تش مريا ده يستيفي. والشر. ذي ليجي كلان يسويه. العقل والحس والفطرة والشر. لوجيكا البارا الجدا ليش مريا الحس التريدا العقل ليش مريا ذي كلنا سمعنا يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون إلا ولابد أن يثبت كل عاقل أن لهذا الخلق خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. فرسان بكيت لو جيغوس اشتي بام مونج دي بيدي كوش كي بوسيدون مينيو تشنو شتو dhe të shohë kaq kaq mrekullitë dhe bukurinë si qie toka male dhe dhe çdo gjë dhe të mohojë ekzistencën e Allahut mëdhëruar. Kjo është e pamundur sot. Na, al hiss amr mahsus malmus. Ti do të dëgjo. Wa tajid istijab li du'a'ik. Da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qithna fa nazil al-ghayb. Është diçka. Ana dalim mahsus. Dhe ndjeshme, të gjithë provojmë kur ne lutim Allahun mëdhëruar për të rrëpësuar një dëshirë, një kërkesë. Dhe ajna përgjigjet, u qua profetis Asler në mimber dhe tha, o Allah, zbrit e shiu mbime dhe
Marrë lutje për profetin sallallahu alajhi wasallam, më një herë filloi të binte shiu. Pra diçka që gjithsesi e prek dhe e ndjen ti. Al fitra kull ma ulu di ulen al fitra. E treta është fitret i pranë nga natyria, instinkti i njeriu, çdo fëmijë kur lind i posaliduri lind me fitret, me natyrshmëri, me besimin tek Zoti. Adalla tash'a kathira. Nëse argumente ka, kjo pjesa e katërt, nuk shumë ka. Ma bima arafta Allah, ma ayha adalla ala wujud Allah. Me se një Zoti tën. Cilat janë argumentet dhe fakte? Arba. Janë katër. Logjika? Al aql? Ndjeshmëria? His? Al his? Ndjeshmëria? طيب هل يمكن ان نصرف شيء من العباده لغير الله ام ننتظر برنامج الى لوته ادوريمت بر ديكو تيتر برنامج الله لماذا لان لا احد يستحق ان يعبد الا الله سيساسكوش نوك ميريتون تا ادوروهت برنامج الله طيب ما حكم ان صرف شيئا من العباده لغير الله ما حكم من صرف شيئا من العباده لغير الله مشرك كافر اذا لا يمكن ان نصرف شيء من العباده لغير الله اته nuk mund të veprojmë një nga llojet e adhurimit për dikë tjetër përveç Allahut kjo është e ndaluar اذا لابد ان نحذر من الشرك ونحذر منه ne duhet të ruajmë vetë rrugën tonë nga shirku dhe duhet të parandalojmë të ruajmë edhe të tjerët نعم طيب اذا العباده لابد ان تكون لله سبحانه وتعالى لغيره اطهر ذريتك دوت يد vetëm për Allahun e madhruar dhe për asnjë tjetër përveç tij la nusalli illa lillah të mos falemi për asnjë tjetër përveç për Allahun la nuzakki illa lillah të mos japim zakatin vetëm për Allahun wala nusum illa lillah të agjërojm vetëm për Allahun wala nahujj illa lillah të kryejm haxhin vetëm për Allahun wala nad'u illa Allah të mos lutim asnjë tjetër përveç Allahut wala nasta'in wala تغيث الا بالله وكوين ديف ازيد بس كذا وكذلك الذبح الذي يكون قربان هذا ما نقرب الا لله واش هو ذاك قربانه هي غير بر الله المدروه يعني محبه وتعظيم دوك الداش وبمرتي جمه داشوري ذي دوك المدروه الله المدروه اذا العبادات لابد ان تكون لله سبحانه وتعالى لغيره اظهر ظلمت دوت ين فدم بر الله ده براسي تدر بشتي نعم طيب السؤال الثاني في القبر كده ديت الباري سيده كش بروفيت يا من البيو السؤال الثالث اتردا كش بيبي كش بيبي ما دين ما دين لو قال لك قائل ما دينه بماذا تجيب مش تصدق كش تيلاش فيها تند شنو تقولش ده مش اسلامي ديني الاسلام الاسلام ودين الله يفتح عليك نعم مش اسلام كيوش بيجي هل انت مسلم اي مسلم نعم ما هو الاسلام شعار الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الزوج المشترك الله المدروار بالتوحيد يعني لا بد المسلم يفرد الله بانواع التوحيد الثلاثه المسلمان دوت بتشوي الله متطيع الله التوحيد والانقياد له بالطاعه لا بد ان المسلم يطيع الله ولا يعصي تكد في وشبولي ده واشديمسين بينه من الله مدروار بس باري يبين الله ده نوبه من شلون الله والمسلم لا بد ان يبرع من الشرك واهله ده المسلمان دوت بيسانسول من الشرك وده كفيتار الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الاسلام يش دورزي من مشتين الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه تكد واشديمسين بينه من الله والبراءه من الشرك واهله بيسانسول من الشرك وده كفيتار اذا هذا هو الاسلام كيف الاسلام لان بعض الناس يقول لك لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر اربع ركعات سبتديكوش تبيو دو توت تش بسه فالو صباحو 2 ركعات و فالو دريكو 4 ركعات تسال هل انت مسلم لو ديسواش اي مسلم على الله اذا قال نعم تقول لابد تسلم لله قلت له هو يا مسلم ثم اتي دورزوي الله مروه واذا قال انا ما لا اصلي لو ستوت لو فال نقول انت مسلم إذن يا أي مسلم إذا لابد تصلي قيادة له بالطاعة أتير دوت فارش إن شاء الله دوت كيش كيف بعد يمسين بين الله ما نقول يا تقول شوش طيب ما هي مراتب الدين تصير أتلان جرادة أفس ترى جرادة كيش لو أفس مراتب الدين ثلاثة يا ترى الإسلام الإسلام
والإيمان والإحسان. إيمان ذي إحسان. إذا مراتب الدين كم؟ ثلاث سائل مثلك؟ ثلاث مكس؟ كم مراتب الدين؟ سائل ثلاث مكس؟ ثلاثة. وهي؟ ثلاثة. سوري. إيمان؟ أقفلوا هذا. هل يجي مثل؟ مع الرقم السري. نعم. إيماني؟ الإسلام والإيمان. والإحسان. نعم. تعيد. طول مسلم. مسلم. ثلاثة. خليه يعيدها. هل مسلم زيادة مثلاً؟ إيماني إنساني. الإسلام. إسلام. والإيمان. إيمان والإحسان. والإحسان. تمام. إذا مراتب الدين ثلاثة. هي جراد الفيس يا ترك. إسلام وإيمان وإحسان. إسلام إيمان ذي إحسان. عدد أركان الإسلام. ساش نمري يشتغل في إسلام. خمسة أو ستة أو ثمانية. يا الفيس جاش أبو تنتو. خمسة. خمسة. بس. الحمد لله. طيب الركن الأول من أركان الإسلام. يشتغل بارو يشتغل إسلام. ما هو الركن الأول من أركان الإسلام؟ سيلاش شتوه الباري إسلامي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ جدد الثوت شهادتي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بناء. هذا البناء يقوم على ركنين، على عمودين، هكذا يقوم البناء لا إله إلا الله على ركنين. لا إله إلا الله سيكون عليكم دينا. تكاد دو شتيلا. لو سقط ركن انهار البناء. لسه دين يلا شتيل إذا قدينا كبرتنا. إذا لا إله إلا الله يقوم على ركنين. لا إله إلا الله باهت لدو كم. الركن الأول أن تكفر بجميع معلومات دون الله. شتيلا بارش تموهوش جدو دي جادروه يتبرميش الله. الركن الثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله نافع جميع ما عبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق. أي أن كل ما عبد من دون الله عبادة والله باطلة. والمستحق للعبادة هو الله. إذا لا إله إلا الله لابد فيها من ركنين. نفي وإثبات. كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. مهم بمهم. تموهوش أظلم يتقودي ورسوش من الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذات شمويس المهمدي لشتروبي ذي درقواليتي. لابد أن نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة. ذات باشكوين تكتب شميمي ديس دي جرابي كي بروفيتي صلى الله عليه وسلم إشتي نيري ذات يتا إشتي إدرقوال. هل العبودية هنا معناها الرب؟ أما زفتو رب أيو رب كيوش أيو سكابريا؟ لا والله. ليش سكابريا؟ العبودية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية. ربريا كونه كتون كي بروفيتي صلى الله عليه وسلم نكا أسمي جي بري كادروا عليه. لأنه يخطئ بعض من يترجم معنى عبد يقول عبد أنه رقيق. سلسان يو سي بروفيتي بن شميتون كي رب دوثوت دوثوت مملوك يعني. بروفيتي سلاب. سلام أيوة هذا باطل والله. كيوش الكتب عبد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية. بروفيتي صلى الله عليه وسلم نكا أسني جبري بشوريمة أذوريمة. وعبد أي أنه عليه الصلاة والسلام هو أعبد الخلق. إيش تروم؟ ليش نريه ما أذروه بروفيتي صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله لم يشهد أنه عبد. الله أي تيلي ماذا؟ الذي
الذي يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية هذا لم يشهد أنه عبد. أي تيدي بدوس نيا لوه تي أدريه كون مفيد صلى الله عليه وسلم أي دوكا دشمور تي صلى الله عليه وسلم مشترو. نعم. والذي يبتدع في دين الله لم يشهد أنه عبد. ده أي تي دون شبيك نفير الله أي نوك دشمور تي مفيد صلى الله عليه وسلم. إذن هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. مفيد صلى الله عليه وسلم مشترو. تلوك أدريه dhe është i dërguar që nuk përgjënjësërojët. Në, edhe në hala hua rukë në l'awal min arkanin islam. Tërë kjo është tila e parë në shtila dhe islamit. A rukë në thani. Shtila e dykë, cila është? Kale namazin. I kale të sëra. Kale i kamë të sëra. I kamë të sëra. O në kale të sëra. U kale i kamë të sëra. I kamë të sëra. Limada kale në nëbi sallam, i kamë të sëra, walem jakullë të sëra. Pse, profetë نمازي فيش لأن إقامة الصلاة أي تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة كما أمر بها الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها ولا تأتي بمبطل نقصة فيش نمازي نقصة كريري نمازي سجدوها فالي نمازي سبسوه بسماري كفالة دوتا كيت فالين تبلوت دتا كيت جيتا تبوشي دي نمازي دتيرا دي نمازي شتيرا دي نمازي دي جيرا تيرا كي بيتن نماز إذا الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لا الصلاة. تقول الدود إن قال شتى الإسلام إيش خير فاني نماز لا يوفيش نماز. الثالث شتى الثالث زكاة. إيتاء الزكاة. الدنيا الزكاة يو زكاة. ولم يقل الزكاة. نقص أبو بكر صلى الله عليه وسلم زكاة. لماذا؟ لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من المآخذ الشرعية وتصرف في المصارف التي أمر الله بها بمقدار معين في زمن معين. سبس الزكاتي ميرت برا نفهم أن اللي هو الشريعة هي ذي شبزوت قاش تون نبغي تيجا بس قوار الشريعة إيش نيكو تبص قوار ذي كوريدو عليني شو تبص قوار تبص مديو. لا بد أن يقول بلسان. دو تشبه مديو نتي. ويعتقد بقلب. تبصوي من زمر نتي. ويعمل بالقلب ويعمل بجوارحه. تبي بروي دسبتوي مي زمر تي دي مي جيبتي دي بيس تروبي. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذا تاش شتو مي بيدي دي باكسوي مي بيسا مي مي جناح. قول باللسان. اشتيا مي جو. واعتقاد بالقلب. بس مي زمر. وعمل القلب والجوارح. ايش كون زمر زي جيبتي دي بيس تروبي. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شتو هاد مي بيدي دي باكسوي مي جناح. نعم أركان الإيمان كم؟ نثوي شتوى ده بسيم. إيمان. أركان الإيمان. شتوى ده بسيم. شتوى ده إيمان. أركان الإيمان. كم عددها؟ سجل. بس خمسة. أركان الإيمان. شتوى ده بسيم ده كل زين بسيم. أركان الإيمان. ستة ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خير وشر نعم أن تؤمن بالله تبسوش الله أي أن تؤمن